السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التبريد ضعيف جدا او مفيش تبريد خالص. خلينا نشوف مع بعض ايه الاسباب. بنيجي ورا الثلاجة نتأكد، اول حاجة نعملها نتأكد ان الموتور شغال. بايدينا كده بيكون في زنة بسيطة او في صوت بسيط زي ما احنا سامعينه دلوقتي. لو الموتور شغال يبقى مش عيب موتور، لو مش شغال طبعا ممكن يكون موتور او المجموعة بتاعت موتور الثلاجة او الفريزر فيها مشكلة، او مش واصل له كهرباء، وممكن يكون التايمر محتاج يتحرك. فكده الموتور شغال يبقى تمام، مش شغال يبقى في مشكلة في الموتور، نعرف ايه السبب بتاعها. وطبعا اتكلمنا على مشكلة الموتور. تاني حاجة نقدر نشوفها الشبكة او الظهر بتاع التلاجة سخنة، يبقى كده في فريون ماشي في المواسير. مش سخنة يبقى مشكلة في الفريون. موتور شغال او موتور شغال والشبكة مش سخنة، عندنا مشكلة في الفريون. الفريون مش شغال او الموتور طبعا مفوت. لو سخنة يبقى كده تمام، الفريون ماشي مفيش اي مشكلة. طيب ايه السبب التاني اللي ممكن نشوفه؟ بنفتح طبعا الفريزر لو تلاجة دي فروست، او حتى لو فريزر نو فروست البخار، بنشوف المروحه شغاله بتخرج هواء، يبقى كده مش عيب مروحه. طبعا في بعض الثلاجات بيكون في زرار عند الباب، لازم نقفل الزرار عشان المروحه تشتغل معانا والباب مفتوح، لازم ندوس على الزرار. المروحه لو مش شغاله بيفصل تماما اي تبريد فوق او تحت. مروحه شغاله معانا يبقى كده خلاص، نستبعد كمان المروحه من سبب عدم التبريد. طيب المروحه شغاله وكل حاجه شغاله، يبقى كده عندنا مشكله في دايره الديفروست اللي هو سخانة او اي حاجة قافل الموضوع، بس ده مش هيمنع التبريد تماما، ده هيخلي التبريد ضعيف بس. ودي كل الاسباب. شكرا. ما تنساش تشترك في القناة وتدعمنا بلايك، وقول لنا رأيك او استفسارك في التعليق.